أكدت اليوم منظمة العفو الدولية امتلاكها أدلة تثبت تورط الولايات المتحدة الأمريكية في غارات جوية على مواقع لمشتبه في انتمائهم للقاعدة باليمن استخدمت فيها قنابل عنقودية ورحى ضحيتها مدنيون. وكشفت المنظمة الدولية عن صور تظهر بقايا صاروخ توماهوك أمريكي الصنع وقنابل عنقودية لم تنفجر تم استخدامها في قصف منطقة المجلة بمحافظة أبين جنوبي اليمن في 17 من ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 55 شخصا معظمهم من المدنيين. وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء استخدام قنابل عنقودية بمناطق سكنية في اليمن، مشيرة إلى أن هذا النوع من الذخيرة يعرض حياة سكان هذه المناطق للخطر لسنوات مقبلة.